شكرا جزيلا حسين. في هذه اللحظات يسعدنا أن يكون معنا الزميل العزيز أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية. أبو محمد نرحب بك معنا. طبعا زميل عزيز حسين العميري ووليد الخفيف في الاستوديو كانوا يتحدثوا عن المنتخب. الحديث يستمر، الكل يتحدث عن المنتخب وهذا الخروج. حكم وجودك في قطر، تابعت تحركات المنتخب اعطائه بشكل عام، التفاصيل ايضا كنت قريب منها، تعليقك العام ابو محمد، ليش خرجنا بهذا الشكل السيء جدا في كأس آسيا؟ حياك الله اخي احمد، ارحب بالزملاء في الاستوديو. اول شيء تسمح لي يعني بس احر التعازي للطيف الاعلامي عندنا في البلد ولاسره الفقيد المدرسه الاعلاميه عبد الله الشعيلي، وما نقول الا ما يرضى الله سبحانه وتعالى، ان لله وانا اليه راجعون. يبدو ان احنا نعيش هذه الايام ايام يعني شويه الى حد ما فيها غمامه من الكآبه، يعني بالامس كان واقع خروج منتخبنا واليوم تلقينا هذا الخبر الصادم، وعسى خير ان شاء الله. على كل حال عطفا على سؤالك، يعني فعلا كان احنا جالسين نلمس وضع عام غير صحي بالنسبه لمعسكر المنتخب، ولما اتكلم عن معسكر المنتخب اتكلم عن ما بس لاعبين ومدرب واداره او بعثه موجوده، احنا نتكلم عن بشكل عام، يعني نتكلم عن ايضا اعلام كان موجود وجمهور كان موجود، وانتم سمعتوا اللغط اللي صار في العشرة الايام الاخيره هذه بخصوص انه ما كان في امور تنظيميه محدده، يعني ما كان في عمل، ما كان في لجان مثل ما كنا نعهدها في السابق، امور منسقه، فكان من الطبيعي جدا ان احنا يعني ان نحن نخرج يعني. وانا اعتقد انه لما نقول خير ان شاء الله احنا نقول نسير في اتجاهين، يعني اما ان احنا نسير في اتجاه التغيير والتصحيح، وهذه رساله للقيادات الرياضيه عندنا بالبلد، او ان نحن نستمر على نفس المنوال بمعنى في الاتجاه الخاطئ. وهذا حدث للاسف الشديد. اذا تذكر اخي احمد يعني ايام تصفيات كاس العالم في المباراه الاخيره امام استراليا، كان الصف الاول من قيادات الاتحاد على المنصه كانوا يصفقون بعد التعادل مع استراليا، واحنا خارجين اصلا. يعني من هذاك اليوم تعرف احنا كان في تغيير قادم ولا لا، ما حصل اي شيء. هذاك الشيء ما هزهم، يعني هم كانوا يقولوا هذا اقصى طموحنا يعني للاسف الشديد. فانا اعتقد ان الوضع العام للاسف الشديد، واحنا قريبين من الوضع هنا في قطر، يعني كان للاسف يعني واضح المؤشرات ان يعني احنا صراحه اقصى حاجه يعني ما توقعنا الخروج مباشره حقيقه. قلنا لعله وعسى يعني ان المنتخب واللاعبين يحاولوا قدر المستطاع انه يعني يضغطوا على نفسهم شويه ونصعد للدور الثاني. ولكن عذرا عن المقاطعه، احنا ما قدمنا اساسا مستوانا المعهود يعني، وللاسف شديد حتى اللاعبين ما ظهروا في بوضعهم الطبيعي. طبعا برانكو تكلمنا عنه كثير والكل يعرف وضعه، بس اللاعبين ايضا الفرص اللي ضاعت امام قرغيزستان، الشكل العام اللي ظهر به المنتخب، يعني في علامات استفهام كثيره بصراحه. شوف اخي احمد، يعني في عالم كره القدم وانتم تعرفوا اساتذه ومعلمين، يعني اللي يصير برا الملعب ينعكس داخل الملعب مباشره. في عمل كبير لازم يتم خارج المستطيل الاخضر، هذا العمل ما موجود عندنا. نحن في عندنا عشوائيه كانت موجوده يعني ترجمت في النتيجه اللي شفناها، يعني اللاعبين كانوا في وضع كانهم واصلين لمرحله من الرتابه ومن الملل، خاصه ان المعسكر كان طويل. وايضا اللي سمعناه بالامس يعني صار في حوار ما بين رئيس البعثه واللاعبين بدون علم المدرب، وعاد الطامه الكبرى اذا كان مدير المنتخب ما عنده خبر ايضا، فهنا هنا يعني هنا المشكله، او عنده ولا كيف ما نعرف يعني. فاعتقد انه طبيعي جدا اللاعب ينزل الملعب وهو عليه ضغوطات، مو يعني ضغوطات اكيد راح يعني تفسر في اللي صار. انا اشوفه يعني منطقي جدا خروجنا. طيب انت تكلمت عن يعني العوامل اللي خارج الملعب اكثر من مره في حديثك الان، وهذا يقودنا لسؤال مهم. يعني انت تكلمت عن رئيس البعثه محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد، الان رجل يقضي تقريبا 9 سنوات في الاتحاد، هل يعقل في السنوات هذه كلها ما اكتسب الخبره الكافيه اللي تعينه لاداره المجموعه في حدث بهذه القيمه؟ والله شوف، يعني دائما في المؤسسات اللي معلش يعني اذا كان بنخرج عن اطار يعني الحوار شويه نسبيا، يعني نتكلم عن مصطلح انه القطب الواحد، لما شخص يريد يقول انا فقط هنا موجود ولا اريكم الا ما ارى، هذه هي النتيجه. يعني ما شفنا صراحه اي من اعضاء الاتحاد
يعني 11 عضو اعتقد موجودين في اتحاد الكورة اعتقد كذا او 9 اللي لاحضران في الدوحة موجودين 5 تقريبا لكن ما حد مبين للاسف حد. واصلا حتى في البلد يعني عندنا في سلطنة عمان يعني مثلا ما نشوف الا في الا الا, إلا محسن المسوري فقط يعني بصراحة يعني رئيس الاتحاد ما موجود ما نشوفه يعني لتصريحاته نادرة جدا وعنده عذر يمكن نقول يعني اعضاء الاتحاد الاخرين ما موجودين مؤكد جدا يعني هذا الرجل بيسوي كل شيء يعني بيعمل كل شيء اعتقد انه اكيد الاخطاء راح تكون كبيره وكارثيه هو يقول انا اشوف نفسي صح واعتقد انه هو جالس ياخذ يعني اشياء معلش يعني في اشياء مثلا انت لازم توزع المهام انت ما دام اسندت المهمه لمدير منتخب لمدرب لاداري لعضو مجلس اداره قلت له هذه اللجنه مثلا الجماهير انت مسؤول عنهم الاعلام مسؤول عنهم فلان وكذا انت ارتحت كرئيس البعثه لكن انت موجود في كل شيء هذا اللي صار يعني للاسف الشديد واعتقد احنا اليوم جالسين ندفع ثمن اخطاء اداريه بحته يعني اتمنى انه يعني الرساله او اتمنى انه في استيعاب للي حدث ترى على فكرة اللي حدث يرقى لأن يكون كارثة على رأس كرة القدم العمانية يرقى لأن يكون كارثة إما أن نحن نعدل المسار وإما أن نحن نستمر طيب. الآن بعد اللي صار والكلام اللي ذكرته أبو محمد شو الحلول المطلوبة الآن مهم جدا أول شيء التدخل على مستوى الشيء الآخر أتمنى يطلع شيء من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم مرة واحدة حسنة منهم هم اللي جابوا هذا الاتحاد تحته يعني تحت هذه الكلمة 5 خطوط هذا الاتحاد الفاشل بكل المعايير وبكل المقاييس يعني مهم جدا انهم يطلعوا مرة واحدة بس ويطالبوا بحجب الثقة عن هذا الاتحاد يبدو انه ما صحي ابدا بالمطلق انه هذا الاتحاد يواصل من فضلهم اما انهم يستقيلوا او ان الجمعية العمومية ترقى لهذا الامر او انه عندنا يعني ما أريد نقول هذا الكلام ولكن نتمنى على أعلى مستوى عندنا يتدخل في هذا الأمر لما تقول كرة قدم يعني تقول ثقافة شعب تقول يعني هذه تراها يعني الساحرة المستديرة اليوم اقتصادات دول يعني تحسنت من كرة القدم إلى متى بنظل في هذه الدوامة يعني إما أنا دائما وأكررها وأقول إما أننا نعدل المسار بعد هذه الكارثة أو نستمر في هذا الخط والمظلم يعني واللي أنا أشوفه الصراحة لو استمر هذا الاتحاد للأسف اليوم أيضا ظهروا لنا بمعرف إعلان أنه والله يجيبوا رينارد كذا اسمه يعني الفرنسي هذا ما بيجي عندنا يعني ما في داعي لأنه يعني توجيه أنظار ترى الناس خلاص أصبحت من الوعي والثقافة أنا أتكلم عن جمهور قبل لا نتكلم عن إعلام رياضي رينارد ما بيجي عندنا أنت اليوم لو جبت ما المشكلة تراها في المدرب يعني أنت تتكلم عن منظومة كاملة للأسف وصلت لمرحلة الفشل شكرا جزيلا أبو محمد بارك الله فيك الله يخليك بارك إذن مشاهدينا الكرام هكذا كان حديث زميل العزيز أحمد سلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية من هنا من أمام المركز الإعلامي في مشيرب ننتقل الآن للزميل عبد الله الكعبي في سوق واقف تفضل عبد الله